حصلت الرحمة والمحبة والأخلاق بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حتى إلى من يريد قتله. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يريد قتله؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وإذا أراد الإنسان حتى أن يعمل شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤذيه، فرسول الله في حياته له المسامحة، سامحهم صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، خلافا لما يكون فيما بعد. فإن الإنسان لا ينبغي حتى أن يذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد عد العلماء أنها من الردة إذا ذكره بنقص أو أي شيء. فلذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم تعامل بالرحمة والمحبة والسلام للأمة كلها. وهناك من أراد قتله ولكن عالج المرض الخبيث في قلب هذا الإنسان الذي يريد قتل النبي، عالجه بالابتسامة والمسامحة ووضع اليد عليه والدعاء له، فإذا بهم تنقلب أحوالهم. وهناك نماذج منهم غورث ابن الحارث، هذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة في غزوة من الغزوات، فلما هم كانوا راجعين جاءوا إلى مكان كثير الأشجار، فرأوا شجرة عظيمة، قالوا هذه شجرة لرسول الله يستظل بها أو يستظل تحتها الحبيب صلى الله عليه وسلم. فرسول الله علق سيفه على هذه الشجرة، ثم أراد اضطجع لكي يقيل، وتفرق الصحابة في كثير من المواطن، وكان صلى الله عليه وسلم لوحده تحت هذه الشجرة. فجاء هذا الرجل غورث ابن الحارث، جاء إلى عند الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم نائما تحتها، فاخترط السيف، وإذا به يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يمنعك مني؟ بيده سيف وأراد قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. رسول الله هو المعصوم، والله يعصمك من الناس، فلا أحد يستطيع أن يناله بأذى، وإذا به يقول الله. فارتعد هذا الرجل حتى سقط السيف من يده، فقام صلى الله عليه وسلم أخذ السيف وقال له: وأنت من يمنعك مني؟ من يمنعك مني الآن؟ أنت أردت أن تعتدي على رسول الله، والآن له الحق أن يقتلك أو يأمر بأي أمر من الأمور التي تردعك عما كنت ستفعله، وهذا قائد الأمة ورسول الله وتريد قتله. فقال هذا الرجل: كن خير آخذ، كن خير آخذ، أنا إن كنت أحمق بهذا الفعل أنت كن خير آخذ فسامحني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد له الخير دنيا وآخرة، قال له: أتسلم؟ قال: أما هذه فلا، ولكن أوعدك أنني لن أؤذيك أبدا، ولن أحاربك، ولن أحضر في جيش يحاربك يا محمد. ثم ذهب حتى وصل إلى بلاده وقبيلته، وإذا به يصيح ويقول: من أين أتيت؟ ولماذا أبطأت علينا؟ قال: جئتكم من عند خير الناس، أفضل الناس، برغم أنه ما أسلم. وبعد ذلك يقول أهل السيرة أنه أسلم. الشاهد أنه كيف عفى عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك نماذج كيف عفو الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما كان أهل مكة عندما افتتح مكة واجتمع المجرمون الذين حاربوه وآذوه وطردوه من مكة وخططوا إلى قتله، عفى عنهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأنه رحمة محبة، لأنه منهج رحمة، منهج محبة، منهج سلام في هذا الوجود. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في عام الفتح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة، ورجل اسمه فضالة ابن عمير، هذا الرجل كان يبغض الحبيب صلى الله عليه وسلم، من الناس الذين لم يجالسوا النبي ولم يعرفوا النبي، وإذا به سمع أنه صابئ وأنه فأراد أذية الحبيب صلى الله عليه وسلم، فجعل الخنجر مخفيا معه في ملابسه، ثم كان يطوف خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه رسول الله بتلك الابتسامة والهيبة، قال: فضالة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما تعمل؟ قال: أسبح. يخبر أنه يسبح
وهو أراد قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فواصل النبي طوافه 3 مرات، ثم قال له فضالة ماذا تعمل؟ قال أسبح، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدر فضالة ولم يرفعها إلا وسيدنا فضالة يقول والله لقد كان أبغض شيء إلي محمد، وحين وضع يده على صدري فلم يرفعها حتى وهو أحب الناس إلي. امتلأ بهذه الابتسامة وهو يضع اليد هذه على قلبي أو على صدر هذا الرجل، وإذا به يمتلئ محبة للحبيب صلى الله عليه وسلم وفناء به وشوقا إليه وتعظيما له. أيضا رجل آخر كان من الذين سيدنا حمزة قتل أباه وقتل عمه، قال اليوم أدرك ثأري من محمد. لماذا؟ لأنه في غزوة حنين دخل الناس كثير كما يسمون الطلقاء، أكثر من 2000 دخلوا مع المسلمين. ففي غزوة حنين كل أراد أن يخطط في شيء، فمنهم من ثبت ومنهم من كان حسن النية، وهذا الرجل أراد قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان قال الآن أدرك ثأري من محمد وأريح الناس من هذه الدعوة التي ظهرت. وإذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو يحدث نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وقال له بما في نفسه، قال اليوم قال له أنت قلت اليوم ستدرك ثأرك مني، واليوم سيبطل سحر محمد، وقلت كذا وكذا وكذا. قال نعم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره فإذا به يرفعها، فهو أكرم الناس عنده وأصبح من المحبين له. الأمر الذي نستفيد منه أن الإنسان لا يتسرع في الحكم على الآخرين. أيضا من عاداك وهو أخوك المسلم ينبغي تكون حليما. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا حلم على الكفار وعلى المشركين وعلى اليهود وعلى الذين آذوه فسامحهم، فكيف بأخوك المسلم؟ كيف الجار؟ كيف القريب؟ عندما الإنسان يسامح ينال الكرامة والرفعة في الدنيا والآخرة، وكما يقول صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. قد يظن الناس أنه عندما يعفي عن من آذاه أو من أخذ حقه أو من عمل ضده أي شيء أنها مذلة ومسكنة. لا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ترتفع دنيا وآخرة. فهذه هي الأخلاق العالية العظيمة التي نشرها صلى الله عليه وسلم، والتي من خلالها تعرفنا كيف تعامل مع من يريد قتله، مع من يريد أن يؤذيه. وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Thank you.